أنظمة البترودولار التي لطالما تآمرت على أمتنا منذ نشأة الكيان الصهيوني. هؤلاء كما قال اليوم أحد معناها رجالات الثورة الجزائرية، ثم فيديو يدور، بالله أدعوكم إلى مشاهدته، الأخضر برقعة، أحد قادة الثورة الجزائرية، ثم تصريح ليه في قناة عربية أعتقد اسمها النهار، موجود الفيديو اليوم شفته، يقول تأكدوا من شيء، أن المعركة القادمة ستكون السعودية والإمارات جيشها سيقاتل جنبا إلى جنب مع الدفاع، جيش الدفاع الإسرائيلي. هذه الدول خرجت من مرحلة التآمر تحت الطاولة اللي قاعدة 60 عام تمارس فيها الثورة الفلسطينية والقضية الفلسطينية لكل القضايا العربية. اليوم تقريبا بالعائلة الحاكمة معناها الجيل الجديد من هذه الأسرة خرج إلى العلن، ويعني طبع مباشرة مع الكيان الصهيوني، وسيقيم علاقات دبلوماسية، وسيفتح سفارة إسرائيلية في الرياض، وستفتح سفارة سعودية في تل أبيب، وهو الذي أعطى هذا النظام الضوء الأخضر إلى 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 الإدارة الأمريكية لإعلان. وهذا قالوه الإسرائيليين، قناة العاشرة الإسرائيلية بالأمس وهو الأمس قالت راه إحنا لم معناها نتقدم خطوة في هذا المسار إلا بتنسيق معناها مباشر مع النظام السعودي، وكذلك حتى النظام المصري.